في ناس بتتخص يعني في الجروح بس مثلا. مش جروح بس، لا يعني الجروح ده جزء سيجمنت من الحاجات اللي بتتعمل في الشغل. يعني الجروح دي بروسس فيها حاجات كتير، مراحل قبلها كتير عشان نوصل لشكل جرح مثلا. المراحل بتبدأ بنحت، وبعد كده صب قوالب، وصب القوالب دي بتتصب قوالب تانية السيليكون وبتتلون، وبعد كده آخر مرحلة هي بتبقى مرحلة التطبيق اللي بيبقى في وقت التصوير. فالمراحل الأولانية دي كلها مش بس للجروح، دي موجودة للعجز والتخن وأي حاجة ممكن تبقى بتتعمل بتتلزق على الجسم، هو دي البروسيس الطبيعية اللي بتحصل لها. بس الجروح على صورة أصغر شوية، لأن هي يعني المتطلبات بتاعتها أقل شوية. اه لكن طبعا، لان التخن اللي مثلا زي ما شفنا في فيلم اكس لارج لارج كان احنا مثلا بجد كنا مصدقين ان ده جسم احمد حلمي من كتر بالظبط، ما لا هو كان واللغد والتفاصيل واقعي ومن غير جدا. ما تحسي ان في حاجه متركبه، ده يعني تحفه. ما هي البروسيس نفس الحاجه، يعني بيتعمل حاجه اسمها الاول لايف كاست. اللايف كاست ده بيتاخد قالب بالشيب بالشكل بمقاس بتاع الممثل نفسه. الممثل نفسه، وبيبقى موجود كانه تمثال، راس تمثال مثلا، وبعد كده بيبدا يتعمل عليه شغل النحت على التمثال نفسه، والحاجات اللي عايزين نزودها تخن او عجز او حتى جروح او اي حاجه، الحاجه المطلوبه منا في الشغل. وبعد كده ده الحاجات اللي بتتنحت بتتصب قوالب، القوالب دي بعد كده يعني ليها بقى البوزيتيف بتاعها اللي هو الفاينل اللي بنستخدمه على الممثلين بعد كده. وعلى قصة الجروح، كان في الجرح اللي في رجل الفنانة منى زكي في على المركب. ده كان السين الكبير ده ده. طبعا اخذ منك وقت كتير، وكمان انا حاسة ان المفروض كان نبقى العامل الجرح ده دارس الجرح اصلا نفسه هيبقى شكله ازاي طبيا. ما بالظبط، هو الشغل بتاعنا فعلا بيبقى فيه جزء كبير منه كده، ان هو بنعرف ايه طبيعة الجرح المطلوب، لانه برضو الجروح كتيرة جدا انواعها، في الحروق، في قطع سكينه. في الحاله بتاعت منى زكي كان الجرح لف الحبل حوالين رجلها، فاكيد مش هتبقى القطعه بتاعته زي قطعه السكينه سكينة أو العاديه حاجة على حد. بالظبط، هي بيبقى حاجه خشنه ومدوره، فهتبقى عامله خرابيش على جزء، صح. حته غايره لجوه شويه، يعني الشكل مختلف بتاعها. فبالظبط، هو واوقات كتير بنرجع للدكاتره علشان خاطر نعرف طبيعه الجروح دي الجرح. عامله ازاي. طب الجرح ده خد منك وقت قد ايه عشان تحضري له؟ تحضيره يعني من يومين لثلاث ايام قبلها، بس عشان خاطر كان في حاجات يعني وقت التصوير بنعرفها او تفاصيلها اكتر بتبان وقت التصوير، فكمان كنا بنعمله وقت التصوير، يعني كنا بنصور وبنعمله، عشان فممكن كده تاخد درست فتره الجانب زمنيه. الطبي، صح؟ طبعا. طبعا عشان نعرف هنعمله تسأل ازاي دكتور ده يتعمل ازاي بالظبط وتأثيره بالظبط ايه. لا هو الموضوع بالظبط، كبير يعني. يعني تفرق لو مثلا بعد كده مثلا هو مثلا عميق كفايه ان هو الرجل مثلا اتقطعت، او انه لا ده سطحي، يعني هي بعدها على طول قامت ومشيت بقى، يعني بقى على عصايه، عكاز او عصايه. فما ينفعش يبقى غير قوي، يعني تفاصيله بتفرق من في الحاجات دي اوكي. بالنسبه طب لنا. بقيت بقى الكاست كان فيه برضو جروح لبعض الفنانين التانيين، مش بس ما كانتش طبعا بفظاعه الجرح اللي هو كان بتاع منى زكي، اللي هو كان طبعا كان صعب، وناس كمان اتاثرت قوي. انا اصلا اول ما بصيت عليه حسيت ان انا اللي رجلي بتوجعني، عارفه الاحساس اللي هو احنا مصدقين قوي ان هو جرح بجد. فالجروح التانيه كانت اظن يعني بسيطه. هي مش كله يعني هي الموضوع قايم اكتر على فكره الخدع، يعني ده كان جرح واضح وباين وجلدها باين، يعني رجلها باينه باينه. والجزء اللي فيه الجرح باين، لكن في حاجات على حسب المشهد عايز ايه او متطلب منا هنشوف ايه منه. ممكن يبقى من فوق الهدوم، يعني في صح. حاله استاذ خالد كمال لما عملنا له الطعنه هو من فوق الهدوم، صح. فبيبقى في يعني ليها تكنيك معين، كل حاجه كل مشهد بكل زاويه بتختلف في التكنيك بتاعها في تجهيزه وتحضيره. فده ليه انت كده بقى بتقعدي الاول مع السكريبت رايتر والمخرج، مخرج بتقعدي معاهم كلهم عشان تعرفي المشهد بالظبط اصلا عايزه هيتصور ازاي. بالظبط، لان تفاصيله عندي انا في ازاي هيحصل تكنيكلي بتختلف جدا. طبعا. يعني انت لما منى زكي ضربت السكينه في بطنه انت ما كنتش محتاجه ان انت تعملي جرح قوي. لا ده مش محتاج اعمل له جرح، بس ليه تفاصيل تانية تحت الهدوم وقصص كتير، عشان دي في الاخر خدعه، فاحنا بننفذ خدعه انه الدم يطلع في وقت ما اللحظه هي اللي هي بتطعن فيه. بتطعن بالدم. ونفس الفكره السكينه نفسها مش بتبقى سكينه حقيقيه، بس فيها برضو طرف حام، يعني ليها تفاصيل على حسب، حتى كمان بتفرق لو السكينه هتدخل وتثبت ولا السكينه هتدخل وتطلع، يعني حتى التفصيله دي بتفرق في كل حاجه في التجهيزات في الشخص نفسه. اكيد.